للمزيد من التحليل ينضم إلي من العاصمة السودانية الخرطوم الأستاذ محمد عثمان الرضي الكاتب والباحث السياسي. أستاذ محمد أهلا بك على شاشة القاهرة الإخبارية. إذن في ضوء موافقة مبدئية من الجيش السوداني لهذه المبادرة التي طرحتها إيجاد، برأيك ما فرص نجاح هذه المبادرة سواء في تمديد هذه الهدنة لوقت أطول ربما قد تبدو تمهيدا لوقف نهائي لإطلاق النار؟ أستاذ محمد هل تسمعني؟ وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. كجيد أولا هذه المبادرة الإقليمية من منظمة إيجاد هي مبادرة ليست جديدة، فمنذ أول يوم لوقوع هذه الاشتباكات وهذه الأحداث اجتمعها ثلاث رؤساء ورئيس دولة جنوب ورئيس دولة كينيا ورئيس دولة جيبوتي، وكانت أول وساطة إقليمية لحل النزاع في الخرطوم، ولكن ما زال الطرفين المتقاتلين لم يبديا أي رغبة في التفاوض مع بعضهم البعض، فستظل مثل هذه الوساطات في هذا التوقيت تسير إلى الأمام، لأنه ما زال الطرفان مقتتلان يتخندقان في خندق واحد ويتمسكان الموقف الذي لا رجعة فيه هو التصعيد العسكري على أرض الواقع. في الوقت الذي أبدى فيه رئيس مجلس السيادة والقائد العام ومسلح قبوله مبدئيا بهذه البساطة، ولكن هذا في الظاهر، ولكن في أرض الواقع وما نشاهده وفقا للمعطيات الواقعية أن القائد العام لقوات الشعب المسلحة لديه شعار واحد يرفعه، هو لا صوت يعلو فوق الصوتية، ويتمثل مهامه الوحيد وهدفه الأساسي الذي يحشد له كل قواه وكل إمكانياته اللوجستية والإمكانيات الحربية، هو استئصال مليشيا قوات الدعم السريع من أرض الواقع، لأنه لديه قناعة بأن هذه الفرصة المناسبة وهذه فرصة المواتية التي يمكن من خلالها الانقباض من قوات الدعم السريع إلى غير رجعة، فأي تراجع وأي ذهاب إلى الوراء أو أي سماح لأي وساطة دولية في هذا التوقيت تحديدا يعتقده هو بسبة إعطاء الضوء الأخضر للطرف الآخر لقوات الدعم السريع بإعداد جيوشها وكل إمكانياتها من أجل الانقباض على الجيش السوداني، فلذلك الآن لا يسمح لهم بالمناورة العامل الوقت. على أي قاعدة يمكن أن يدور حوار بين الطرفين خاصة في ظل إعلان ميليشيا الدعم السريع كقوات متمردة؟ يعني ما القواعد الحاكمة لإدارة حوار بين الجيش السوداني وميليشيا الدعم السريع؟ القواعد الحاكمة ما فيه متقاتلين هو النصر العسكري والحسم العسكري، لا صوت للعقل، لا صوت للتصرف، لا صوت لإبداء الرأي والرأي الآخر، لا صوت للوساطات الإقليمية. كل هذه الوساطات وكل هذه المبادرات التي أصبحت تتوالى من الحين والآخر لا ينتبه لها الطرفين، وكل طرف يسعى لإحراز عسكري ويكون في المركز قوة، ثم بعد ذلك يود أن يتفاوض ليفرض أجندته ويفرض رأيه على الواقع. أنا في تقييمي الخاص لا أرى أن هنالك حتى الآن بارقة أمل، ولم أرى أن هنالك ضوء في بداية النفق لحلحلة هذه الأزمة. سيظل هذا التصعيد العسكري متواصل وستزداد وتيراته في خلال الفترة هو خيار العسكري، والمنتصر عسكريا هو الذي سيحسم المعركة وهو الذي سيحدد شكل المشهد السياسي السوداني القادم. القوات المسلحة السودانية الآن بسطت هيبتها صورة واضحة جدا في خلال اليومين الماضيين، دفعت بتعزيزات عسكرية لا تنسية في ولايات السودان، وأصبح الآن هنالك تلاحم كبير جدا ما بين الشعب والجيش السوداني، وذلك أدى رفع الروح المعنوية للجيش السوداني، والآن من خلال هذه الهتافات من خلال هذا التأييد الكبير للشعب السوداني للجيش السوداني، الآن أتى إحساس الجيش وجد تفويض إضافي
لخوض هذه المعركة، وذلك من بفضل الالتحام الشعب مع الجيش، وذلك إنفاذا لشعب جيش واحد شعب واحد. شكرا جزيلا لك من الخرطوم الأستاذ محمد عثمان أراضي، الكاتب والباحث السياسي.